هيدا اللي صار بين العسكريين الأسرى عن جبهة النصرة وأهليهم. فيديو خاص بينشره 15/44 ناشدنا الدولي لحمايته خوفا على حياته. بخيلكم بدي ارتاح بدوني من هون. بس بعد الحلقة شو صار؟ كيف تابع 15/44 قضية بيع الكلوي؟ موضوع خطير جدا، بيقولوا فضيحة مجلجلة يعني. بالفيديو الجوع كافر. لا تسوي نيتي وبيخليك تصير كافر. بعز البرد قرر مصطفى يتحدى العاصفة على طريقته. يلا بشيئون والله يلا كمان. إذا فجأت مرتك بآخر وقت وطلبت منها تحضر 10 أشخاص عزمهم على بيتك، دبري حالك أنا شو بعرفني؟ شو ممكن تجاوبك؟ عم تمزح، أنا بدي أشوي يا خليل لحمة. منك عارف البيت من ملعب كيفك؟ هالتنين بموعد جديد 15/44 مع توني خليفة مباشرة بعد الأخبار.